حبايبي سكندري 1 عندنا درس السيميلاريتي هتشتغل فيه الفيرست تيرم كله. انت عايز ايه؟ انا عايز اتدرب لو انا معايا تو تريانجلز ازاي يبقى في بينهم ريليتد اسمها سيميلر، وبناخد السيمبل ده. عندي اهم حاله بالشكل اللي انت شايفه دوت، ايه اللي يميز التريانجل ده؟ البارلل. الله ينور عليك. وايه اللي يميز برضه هنا؟ البارلل. فبمنتهى البساطة أنا عندي حاجة بتقولي إنك مجرد إنك يبقى عندك ستريت لاين عمل البارلل لأي سايد هنا، فببتدي أقول لنفسي يبقى التريانجل الصغير ده هيعمل سيميلر للتريانجل الكبير على عيني وعلى راسي. لو عايز تعرف ليه الريزون إيه؟ ما أنا لما يستر يبقى عندي بارلل، فأنا عندي الأنجل دي مع دي كورسبوندنج، والأنجل دي مع دي كورسبوندنج، ودي كومن. واحنا عندنا الكونديشنز بتاع السيميلر ان انا لو قدرت اجيب الانجلز الكورسبوندنج انجل ار ايكوال ان ميجر او كونجروينت. طيب يبقى انا خلاص مش هقعد اتعب نفسي واقول الميجر بتاع اكس ال ام ايكوال الميجر بتاع الزد، لا خلاص. اول ما الاقي بارلل يبقى التريانجل الصغير سيميلر للكبير. بس ايه اللي يهمني حبيبي؟ اللي يهمني ان حضرتك مسالتك تشوز، ما تحلش وتختار الا لما انت تعمل فورم وتكون لي التريانجل وتقول سيميلر مع مين. ولما اجي اكون بمنتهى البساطه انا هاخد هنا اكس، الاكس في التريانجل الصغير هي كومن، يبقى هناك برضو اكس. طب انا قلت ال مع الزد، يبقى هنا لو كتبت ال اروح هناك اخد الكورسبوندنج فيرتكس بتاعتها. باقي لي هنا الام، هروح هناك هاخد الواي. يبقى انت لازم تكتب الكلام ده يا مستر دي تشوز. ايوه. بعد كده حضرتك لازم تكون لي ها الله ينور عليك. يبقى انا كل مره بفكر نفسي ان انا عملت بروف ذات بالكورسبوندنج انجل واستفدت منهم البروبورشن. تعال بقى نكون البروبورشن، هل اخد من هنا ولا باخد من الفورم اللي انا كونتها؟ طب يلا بينا نبدا كده. اول ريشيو ها اكس ال اوفر الاكس زد، يبقى انا خدت ادي الكورسبوندنج سايد ايكوال ها محمد ها ال ام ال ام اوفر الزد. الله ينور عليك. هناخد بقى اللاست اكس ام اكس ام اوفر الاكس واي. شكرا يا مستر. يبقى انا اهو من البارلل على طول سيميلر. نمبر 2 اكون البروبورشن. نمبر 3 قلنا نعمل ايه؟ سبستيتيوت. الله ينور عليك. تعال بقى نشوف لو انا عندي هو هيديني هنا سنتيمتر سنتيمتر. يبقى انت اول حاجه مين السيميلر، بعد كده البروبورشن، بعد كده انت هتعمل سبستيتيوت هتلاقي مسالتك بتخلص. شكرا. بنفس الطريقه دي تعال نقول هنا، وبعدين هناخد اكسرسايز يلم لي كل دول مع بعض. هنا انا معايا كان هنا لو تفتكر ام ال عامل بارلل للواي زد. تعالى هنا مجرد ان انا يبقى عندي الاي بي بارلل للسي دي نبتدي بقى نكون التريانجلز. وزي ما قلت لك برضو انت اللي بتكون، انت اللي عايز تبدا انت حر. يبقى دي 1 2 3 اللي هو الفيرتسيز بتوعه، وباخد الكورسبوندنج. ها ناخد من اب، هناخد مين مثلا؟ ستوب. انت بدات بام، فالام كومن اب وداون، يبقى انا هاخد هنا ام اروح هناك اخد ام، ما لخبطش نفسي. رايحين ناخد مين؟ بي. البي عامله الترنت مع دي، يبقى هاخد هنا لتر بي هروح الاوبوزيت بتاعتها والكورسبوندنج سي. هنروح بعد كده هناخد الاي الكورسبوندنج بتاعتها دي. وبرده بنفس الطريقه انت اهم حاجه لو عملت الكورسبوندنج فيرتسيز انت كده هتعرف تكون البروبورشن، هتعمل سبستيوت، هتجيب اي حاجه هو هيطلبها منك. تعالوا بقى تعالى كده بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر. ولو احنا بصينا فانا عندي هنا دي اي بارلل وعندي دي اي بارلل، يبقى انا لما اجي اشتغل بعد اذنك هعمل كده. اقدر اشتغل هنا الدي اي بارلل للاكس واي، واقدر استفيد من دول بقى عندي التريانجل نقراه ازاي؟ انت حر.
اقراه بالطريقه اللي تناسبك، بس اهم حاجه تراعي الكورسبوندنج. اختار يا ريس. دي سي اي. حاضر، ادي دي سي اي وادي سيميلر. هاجي هنا تريانجل اكس سي واي. حلو، الدي قلنا معاها الاكس يبقى انا هاخد اكس، والسي هي الكومن واخد واي. ومجرد ان انا اكتب دي هكون البروبورش واقدر بعد كده اعمل سبستيوت. ايوه، في ناس تانية هقول تاني اهو، مع التكرار بتستنتج ان الكورسبوندنج بيبقى هنا 6 اوفر التوتال، 6 6 6 اوفر التوتال او 9 اوفر 6. ما هي دي هتلاقيها من هنا. هنروح ناخد الكورسبوندنج هيبقى 4 اوفر التوتال. ليه؟ ما انا شغال سيميلر ده مع التريانجل الكبير. في ناس بتعمل كده وما تكتبش ستيبس، موافق، بس يكون هو خلاص حل كتير وتعلم ازاي بيجيب الكورسبوندنج. طب تعالى احنا مع بعض، معلش في البدايات، هنا هناخد الدي سي، يلا الكورسبوندنج الدي سي بقى اكس سي مش كده؟ يلا ها، والسي اي سي واي ها، والدي اي اكس واي. شكرا. تعال بقى كده نشوف الكلام اللي انا قلته لك، ان ممكن اقول ال6 على الكل او ال9 على ال6 هتديني هناك ال4 على الكل. طب تعال نشوف بدل ما نحفظ، يا دي سي انت ميسنج ولا نون؟ دي سي نون معروف يعني 6. اكس سي 3 لا اكس سي 9. الله، ما ده اللي انا كنت بقوله لك، ال6 على ال9. شفت بقى؟ بس انت اتدرب الاول هتلاقي نفسك خلاص يا عم، بعد كده هنوفر ستيبس، هنوفر بس واحده واحده. يلا بقى سي اي 4. بص ادي السي اي 4 اوفر سي واي. السي واي ميسنج، سيبه يا عم ميسنج ما تزعلش. وده برضو اللي كنت بقوله لك، ان السي واي على التوتال بقى انا مش ممكن ما اكملش. ممكن ما اكملش. اشمعنى؟ هعمل كروس هجيب لك مين؟ سيوية. وبعد ما اجيب السواي سواي اعمل له ماينس كام؟ هجيب لك مين؟ باي باي. انت بس حل كتير هتلاقي نفسك خلاص في ستيبس تقدر توفرها. ايوه، بس لما ايدي تمشي. طب تعالى كمل، دي اي ميسنج اكس واي ميسنج. مشغلش بالي، مشغلش بالي، خلاص انا خلصت اللي كنت عاوزه. انتوا فهمتوا حاجة؟ يبقى مع التدريب ده بارلل ده، خد بقى المفاجأة، اقدر اخد دي سي على الكل يبقى الكورسبوندنج سي اي على الكل. انا حر واقدر اعمل كروس وابقى وفرت حاجات كتيرة. في مشكلة؟ طب تعالى بقى الناحية دي، انت كده هتقدر تجيب السي واي. ايوه، 9 تايمز 4 36 ديفايد 6 يبقى 6، فده كله 6 ماينس 4، يبقى الراجل اللي هو دوت هيطلع لي كام؟ فعلا ما انا قلت لك 6 اوفر 3 هي 4 اوفر 2 برضه بطريقه ثالثه. تعالى بقى نروح الناحيه دي. الناحيه دي هنقول ايه؟ ها؟ مين البارلل؟ الدي اي. ايوه، البارلل الاي بي. يعني كان يا مستر كل ده مش معايا. يعني انا هنا هقول له بمنتهى البساطه ادي الدي اي بارلل للاي بي. حضرتك بعد كده برضو بتشتغل من الكومن، اقدر اخد تريانجل سي اي بي، ارجع تاني للسي سي اي. يبقى انا عندي التريانجل سي اي بي هيبقى سيميلر للتريانجل سي اي دي. لو عايز اعرف ليه، ما انا عندي الاثنين دول الترناتيف ودول الترناتيف، خلاص انا عملت السيميلر فمش محتاج اجيب الشروط ازاي. تعال نكون الايه؟ الريشيو، عايزين البروبورشن. يلا اتفضل. ها، السي اي اوفر السي اي. جميل. ها، والاي بي، والاي بي مع اي دي، والسي بي بي كله اوفر السي دي مع السي دي. برضو ده نفس الكلام اللي بقوله لك، ما انا يا مستر اقدر اكون من هنا ال 8 اوفر 4 وال 6 اوفر، بس انا مش عايزك تحفظ، خلينا نبقى في الامان. هي ممكن تبقى درجه، بس هي ممكن يتعديني يتنزلني. طب تعالى نعمل سبستيتيوت سي اي سي اي 8 8. تعالى كده مع بعض،
السي اي 8 السي اي سي اي 4 ايكوال ها يلا اي بي اي بي ميسنج دي اي ميسنج مشغلش بالي بي ها نيكست سي دي سي بي ده الميسنج وده اللي انا عاوزه والسي دي ب 6 شكرا يا مستر اقدر اجيب لك السي بي اه طبعا 6 تايمز 8 اوفر 4 هجيب لك اللي انت عايزه